وكان مجلس النواب عقد جلسته اليوم برئاسه النائب عبد النبي سلمان احمد النائب الاول لرئيس لرئيس مجلس النواب ووافق المجلس على المرسوم بقانون بشان التصرف في جزء من اموال حساب احتياطي الاجيال القادمه وقرر المجلس احالته الى مجلس الشورى وقد ناقش المجلس مشروعي قانون بتعديل مواد في قانون التامين ضد التعطل وقانون التسجيل العقاري كما وافق المجلس على عدد من الاقتراحات برغبه بشان تحسين كادر المعلمين وبشان انشاء مركز لتعليم القرآن بالدائرة السابعة في المحافظة الشمالية وبشأن إنشاء إدارة في الجهاز المركزي للمعلومات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بشأن إعفاء الجمعيات والمراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من فاتورة الكهرباء والماء وأحيلت إلى الحكومة